فإذا مثل ما قلنا لكم بريك قصير ورجعنا لكم ومنكفي مع اتصالاتكم وكمان الأسئلة اللي بعتينهم ومنجاوب عليهم مع كيندا. كيندا يا كيندا، نخلص من البرغش ومننتقل على الأسئلة، والله لا يجيب سيرتهم مرة تانية ولا نشوفهم ولا نحكي عنهم. بدنا نحكي عنه، ما فينا نحكي عن شيء ثاني. ايه، وخاصة بفقرة الاتصالات دائما بيكون اكتريتها بيكون لانه في مشاكل من اذا مش برغش انواع ثانية من الحشرات. معلش نحن هون لحتى نتخلص منه مثل صحيح. ما قلتي رولا، اول سؤال هو عن جاردينيا. ماي جاردينيا هاز ليفز هاف براون، نصهم بني وعم ببينوا مش كانه بدهم يموتوا، شو لازم اني اعمل اذا كان نصها للورقه بني؟ يا ريت بس كان عندي صوره اقدر اعرف. هلا اذا نصها مزبوط يعني كلها سوا بني بدون تبقعات، ممكن يكون لانه في عندي مي زياده او لانه صار في شوب زياده، يعني شربنا كثير، شربت الجاردينيا كثير وبعدين تعرضت كثير للشوب، ممكن انه يصير هيدا الشيء. انا بنصحها انه تنطر شوي تنشوف الاوراق الجديده اللي عم بيطلعوا، اذا عم بيطلعوا بلون اخضر عادي معناتها انه قطعنا هيدي المرحله. اهم شيء بالجاردينيا نعرف شغله، منا من النباتات اللي صعبه بس ما بتحب المفاجات، يعني مش لازم انه يكون في عندي فروقات. ايه كان هون على كل حال ما بتحب التغيرات ولا المفاجآت الهيك اللي كثير سريعة، مشان هيك مثلا ما بيصير انه نكون عم نسقيها وبعدين نغيب جمعتين ما نسقي ونرجع نعطيها كثير مي، رح يصير في عندي دغري تساقط للاوراق. نفس الشيء وقتها بيصير في عندي شوب كثير وبعدين بيرجع بيركز الطقس بتشوفي انه صار في تساقط للاوراق او بيصير في حروق على الاوراق من وراء الحر الكثير مفاجئ صار. فمشان هيك نجرب قد ما فينا انه نجنبها هالتغييرات الكثير كثير قويه، ممكن يكون لانه شوبت كثير وسقيناها كثير صار في عندي هيدا اللون البني، فننطر وبس حتى نشوف انه صار في عندي اوراق خضراء عم تطلع فيني اعطيها مغذيات. بدي انتبه كثير انه المغذيات يلي بنعطيها خاصه بهالوقت يلي بلش يصير شوب نعطيها بالدوز المضبوطه، اقل معلش اكثر اكيد لا لانه بيصير في عندي حروق. حناخذ اتصال من يعني. رشال تمنطره كثير من الشمال. صباح الخير رشال. اي بونجور. بونجوريني، اهلا وسهلا مدام كيندا، يعطيكي العافيه. هاي رشال تفضلي، عم تسمعك كيندا. بدي اسالك حبيبتي، الرومارين الاكليل الجبل بيقولوا بفيد لاشياء بس مش عم نعرف لشو. من اي ناحيه؟ هلا كنا عم نحكي عن الرومارين، اول شغله حلوه فيه انه ريحته بتبعد البرغش اذا كنت عم تتابعينا قبل شوي، بس بالاشياء الطبيه ما راح فوت انا حبيبتي أسألي. بس بيعملوه زهورات؟ لا لا انا لانه قالوا لي مفيد كثير بيغلوه بيشربوه. ايه يمكن، على كل حال كل هالاعشاب هيدي طيبه يعني بالزهورات طيبه وبيسوى انه نستعملها بالزهورات. بعرف انه اكيد ما بتضر بس الافاده تبعولها منا من ضمن اختصاصي. اوكي شكرا لك ولاتصالك رشال، بنكفي. بس هو اجمالا ليلى عنا ليلى سوري كلياتها اعشاب نقدر انه نستعملها، اكيد بتطيب الاكل واكيد بتطيب المشروب كمان للزهورات. ليلى هي بداية غنية لكن ترجع تتصل فينا ليلى بليز، رجعي جربي اتصال مرة ثانية. نكفي. اوكي رح نشوف صوره لنبته السيكا كمان. سؤال بكل بساطه، ليش عم بتموت هالنبته؟ عم نشوف الاوراق تبولا يلي مصفرين من الكعب، يعني بتشوفي من تحت هي الاصفرار اكثر ومن فوق الاوراق بعدهم خضر. عاده هيدا الشيء بيصير وقتها بيصير في عندي مرض بالشروش تبولا للنبته، بيكون بالجذور تبولا، ساعتها بدنا نرش او يعني بيكون بدنا نرش دواء للجذور يكون خاص بامراض الجذور، وهي عاده بتكون امراض لها علاقه بشيء اللي بنسميه النيماتود، فبدنا مبيدات خاصه بهالمرض هيدا، ما بينفع شيء ثاني يعني ما بنقدر انه نحسن
طريقه العنايه او شيء، لانه بيكون المرض هو بقلب بقلب الله يكون معه ياخذ بايده. اوكي رح ننتقل كمان للصوره يلي في زولي اكيد في اوركيدي في جاردينيا ما بعرف هلا بنشوف. طيب هلا اذا حطينا هيدي الصوره بدي اسالك شو هي؟ لا ما تعملي لي تستات، ما بعمل خاف. هي شو؟ لحظه لا هي اصلا من بين الصوره. هيدي برافو كارمن. في سهام من بيروت. اوكي بيروت. انا زبطت. سهام صباح الخير، تفضلي. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. ممكن احكي مع مدام عم تسمعك؟ يلا اهلا سهام، تفضلي. لو سمحتي، في عندي زريعة كونكيت، الورقة بتاعتها عم تعمل مثل الكريستال الابيض وبتطبق هيك. ايه. وبعدين مرة عقدت حبوب وبعدين ما عادت عطت ابدا. ممكن عم بتزهر؟ ايه بتزهر ولا لا؟ نعم. عم بتزهر ولا مش كثير؟ لا زهرت مرة وراح الزهرات. اوكي زهرت قليل، يعني اقل من السنة اللي قبلها. وراح الزهرات. اوكي زهرت قليل، يعني اقل من السنة اللي قبلها. يعني إلى شو سنتين ما عم تعمل شيء. اوكي هلا معقول اول شيء كومكوت لحتى تزهر لحتى تعقد، خلي يكون في حدا نباتات ثانية فيها زهور. اوكي يعني ما تكون النبته لحالها لحتى اللي تقدر انه تعقد مزبوط. اذا كان في نبتين كومكوت بيكون احسن، اذا لا على القليل يكون في حدا اي نوع ثاني من النباتات لو ببوت ثاني لحال، بس يكون في ازهار، لانه هذا الشيء بيساعد على انه يصير في تلقيح بشكل افضل لحتى اللي تعقد كمان. وكنت عم تسال انه في بقلبها مثل كريستال، حبيت التشبيه كمان، والورقه عم بتجعل لك عم تبرم لجوا، هيدا من نوع المن كمان يلي بيجي على الحمضيات. اذا كان منهم كثير كتار خلينا نجرب بالطرق السلميه اول شيء. نستعمل مي بضغط قوي كثير، نستعمل مي وصابون، نجرب على انترفال يعني 5 ايام كل مره نرجع نعيد. اذا ما مشي حال في كثير من المبيدات كمان يلي هي نوعا ما منا مأذية كثير، كنا عم نحكي عن البيريتروم يلي هي وحده من هالمبيدات يلي فينا انه نستعملها ضد المن. عنا اتصال ولا بتحبين نرجع للمسابقة؟ شو بدك؟ شو بدك؟ أنا نسيتها. أنا ما نسيتها، أنا دغري تذكرت شو هي، بس هلا برجع لها. كمان صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا، تفضل يا كمان. ستنا؟ أنا في عندي شكوى على برنامج انترفيو امبارح، أنا كنت ناطر المناطرة. هلا كان في مداخلة، اتصلوا ب أستاذ كمال، بس بدنا نقول لك شيء، إنه نحن برنامجنا ما يعني مش متصل ببرنامج انترفيو بالليل، فنحن برنامج صباحي، وأكيد إذا عندك شكوى حيالله شكوى اتصل على التلفزيون لا يقدروا يجاوبوك، لانه نحن اكيد ما رح نقدر نجاوبك. وانا ما بفهم بالسياسه. ميرسي، بنكفي معكم ونروح على الصوره يلي كنا عم نشوفها ومنعرف اسمها. طيب ما تقولي رجعوا بليز حطوها لحتى دقق، لانه انا خبرتي صارت عميقه من بعد كندا، عميقه كثير. حطوها بليز. شو بدها؟ شو بدها؟ بونزاي. كثير قوية يا رولا. قديرة أنا. ما بدها شيء. بس قولي لي مين نقلك؟ مين نقلك؟ رويدا بشرفك، وحيت قال حدا قال لي شيء من جوا؟ قولوا لها بدنا إياه. أبداً. بس مرت خالي بعثت لي مساج من البيت. بوجهلها تحية ندى، قالت لي قولي لها قولي لها بونزاي. برافو برافو ندى، أنا كمان بوجهلها تحية. والسؤال هو إنه هالبونزاي يلي رولا كثير خبيرة فيهم، عم تسأل إنه عم بهروا ورقة كثير بكثرة، بيكون لونهم أخضر وبهروا بيتساقطوا، مع بالرغم من انه عم بعرضها للضو، هل بدها فيتامين ولا لا؟ هلا اذا كان عم بتهر بهالقوه هيدي، بس ننتبه لشغله اذا كانوا عم تعطش ولا لا، لانه كمان بدي اقول لكارمن لان دغري عرفتها، هي بونزاي وفيكس، يعني النوع تبعولها هو من انواع الفيكس. عشو ما غششتيني يعني بالشوم عليكي؟
اوكي ماشي خلص. اوكي فبس ننتبه انه ما تكون عم تعطش زياده لحتى اللي عم بهر اوراقها، او اذا كانت شي محل كثير الهواء كونفايند كثير محصور الهواء ممكن انه يصير في هيدا الشيء. اذا لا ما في عندي اي مشكل من هون، يعني ما بدي روح دائما على الاكستريم، بس ممكن كثير بهيدا الوقت خاصه تكون عم بهر اوراقها تترجع تطلع اوراق عن جديد. هلا اهم شيء نقوله اول شيء بالبونزاي خلينا نكون دائما الري منتظم، يعني نسقي تنفترض هي جوا بقلب البيت. انا دائما يعني مره بالجمعه هي ريتم كثير منيح لهيك انواع من النباتات، عشرت انه وقتها نسقي كثير منيح. البونزاي بدها انه تكون مغطسه بالمي لحتى لي التراب تبولها كثير يشرب مزبوط، خليها مغطسه ساعه بالمي بدون اكيد ما يكون الوجه تبولها واصل له المي، وبعدين نرجع نشيلها نخليها تصفي. بهالطريقه بضمن انه دائما الري هو منتظم. بدها مغذيات ولا لا؟ نقدر انه نحط لها مغذيات، بس خليكي دائما نشوف اذا الاوراق الجديده يلي عم تطلع بتكون صحيه ولا لا، بس حتى تكون خلص طلعت الاوراق المضبوطه تبعولها مره ثانيه ساعتها بقدر اني غذيها. اتصال من ليلى الاخير. ليلى صباح الخير تفضلي. هيدا نفسك ليلى تبع اول التليفون؟ الو ايه تفضلي ليلى. ينعاد عليكم. وعليك ان شاء الله يا رب الصحه والخير. بدي اسال كندا ست كندا انه ورق الكينا بيفيد لابعاد البرغش ولشو بيفيد؟ اوكي هلا لشو بيفيد ما بعرف، اسألي حدا متخصص بالأعشاب الطبية لأنه غير اختصاص كليا. بس للبرغش لا، يعني أنا ما عندي أي ريفرنس بتقول أنه أوراق الكينا ممكن يكونوا مفيدين للبرغش. وهيدا مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي ليلى، حسب شو هي المواد الطبيعية يلي موجودة بالأعشاب يلي حكينا عنها يلي هي بتقدر تكون بتبعد البرغش او ما بحبها البرغش بيبتعد عنا ولا لا، بس ما عندي اي شيء عن نبته الكينا. على كل حال رح اسال وبنرجع نشوف كمان نغني معلوماتنا بعد اكثر. ناطرنا الشيف لانه مش قد كم بيضه كان عم بيطقش عم بسمع وراي. ثانك يو لك كندا. رح نكفي مع مرت الجاي في كويس ثاني. ايه حضري حالي ندى بليز خليكي معنا على الاتصال واحضري وابعث لك انا مساج ايمتى طلع على الهواء في كندا تخششيني. رح نكفي مع الشيف حسين ورشه ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. طبعا البيض كنت عم بحطه، انا عم بحضر كريم باتسيير لحتى كمان مش بس احشي بالافوكا وايضا بدي احط بالكريم باتسيير. نحن هون عم نحكي عن البالون بالشوكولا. طيب شو رح نعمل؟ دوبت الشوكولا وصار جاهز عندي البالون، نفخهم وجاهزين كمان. شو رح نعمل؟ بجيب صينيه، لكن مشاهدينا عندي صينيه في بكعب الصينية من ورق الزبدة، لكن بكعب الصينية في ورق زبدة، بس خليني احرك هون الكريم باتيسير شوي. بجيب البالون، لكن هيدا البالون بيجي على الشوكولا بهالشكل مثل ما عم نشوف قدامنا. اوكي بجيبهم دغري بحطهم بالصينية على ورق الزبدة بتركها. كمان منجيب ألوان بهالشكل هيدا. رلا عم بتشوفي شو عم بيصير؟ رلا هيدي إلك. بس بعدها فاضية، بعدني ما حشيتها. أوكي كمان كرر العملية بهالشكل هيدا مثل ما عم نشوف البالون، بحطه بالشوكولا الدايب. هون انا مشاهدينا ما حاطط مع الشوكولا لا زبده ولا كريم فريش، بس شوكولا ومذوبه كمان. اوكي بشيلهم مثل ما هن وبحطهم وين؟ بحطهم بالثلاجه طبعا لحتى يجمدوا. بعد ما يجمدوا باخر فقره رح نحشيه هون انا وياكم، لكن بنحطهم بالثلاجة
وباخر فقرة منشوف شو في عنا. لكن مشاهدينا المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشة. هون في عندي حليب، عندي بيض، عندي سكر، عندي فانيل، وعندي نشا، او فيكن تحطوا طحين ما عندي مشكلة. ضل حركن لحتى احصل على كريمة متماسكة. اوكي، لكن الشوكولا عم نحطه على جنب. هون نيجي نفتح الطنجرة منشوف شو صار في عندي قدامي بالطنجرة. البطاطا سلقناها، كمان البطاطا صارت جاهزة عنا لحتى نقطع. ما بتصدقوا قد ايه الريحة كتير طيبة، والريحة عن جد كتير شهية. لوبيت مع بصل، شوية صغيرة من الزعفران ما كترت، وأيضا ورق غار، عود قرفة، رشة ملح. صار جاهز عندي الرز لقدمه مع طبق الدجاج، طبق الدجاج بالفطر أو طاجن الدجاج بالفطر. لكن مشاهدينا عندي الأفوكا، أنا الأفوكا كمان رح حضر الأفوكا. رح حط للأفوكا كريم فريش، رح حط عسل، أو فيني حط من السكر حسب ما أنتو بتحبوا، أو عسل أو سكر. أنا رح حضر هالخلطة لحتى أحشي فيها الشوكولا. حضرت أنا حبة كمان، خليني فرجيكم اياها. هيدي الحبه قدامي صار فيني احشيها. اوكي، بحشيها بالافوكا او بحشيها بالكريم باتيسير اللي عم بحضرها هلا. طيب هيدي هي. اوكي، هلا عم فضي الافوكا لحتى بلش حضر الافوكا لاحشي الشوكولا. طبعا كمان بدنا ننتبه هون نضل نحرك الكريم باتيسير على النار. خلص وقتنا رولا، فلازم نرجع لعندك. ايه خلص، وباخر فقره بنرجع بنخبر كل المشاهدين على الوصفات اللي عم نحضرها لليوم 100%. نرجع لعندك اكيد باخر فقرتين بعالم الصباح. ثانك يو لك. متوقف مع بريك من بعدها كارمن مش الابراج وزودياك.